بلا طول سيرة مستمر معكم بعد الإعلان. للمشاركة في الحلقة مباشرة على الهواء 01 48 48 80. انحكى كثير عن الانتخابات ونحن صراحة كنا مرددين إذا بنعمل هالفقرة أو لا، ولكن بما أنه حكينا كثير قبل شفنا أنه مش حلوة أو عيب ما نحكي بعد. الفقرة التالية هي ختام حديثنا الانتخابي بوعدكن، ونقينا ضيوف كانوا معنا بالحلقات الماضية، سمعنا آراءهم بعد، الليلة بدنا نشوف آراءهم ما قبل وما بعد بما انه فاتوا ببعض. الليله ما رح نسالهم مين الرابح الاكبر ومين الخاسر الاكبر، وانما اللي حابب اعرفه انا شخصيا منهم كمان هو شو الدروس اللي تعلموها من انتخابات لبنان 2018. برحب بالمحاميه الاستاذه نادين فرغل، اهلا وسهلا فيكي. كمان بدي رحب بمديره البرامج بمؤسسه مهارات الاعلاميه ليال بهنام، اهلا وسهلا فيكي. مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجيه دكتور سامي نادر، اهلا وسهلا فيك دكتور نادر. ومطور تطبيق ماي سي داني الجر اللي كان يعني ثاني اشهر شيء بهيدي الانتخابات، ولا بدنا نسالك مين ربح السياره. دكتور سامي نادر رح بلش من عندك، شو ابرز الدروس اللي تعلمتها من انتخابات السنه؟ اول شيء النقطه الايجابيه الاساسيه انه صارت الانتخابات، لانه صار 9 سنين ما عندنا انتخابات. النقطه الثانيه انه اللبنانيين المقيمين برا اول مره صوتوا، هيدا شيء جيد. هلا الشيء مش منيح أكيد قانون الانتخابات بده تغيير. نعم. هالخلطة النسبة بالتفضيلة بهالطريقة بفتكر غيبت العناوين السياسية وغيبت دينامية تغييرية بالبلد. هذا من باب الإنجازات والسيئات، الحسنات والسيئات، من باب الدروس. من باب يعني شو الشيء أنت صرت تعرفه اليوم عن لبنان أكثر مما كنت تعرفه قبل الانتخابات؟ أو عن الطبقة السياسية أو عن المؤسسة الحاكمة؟ أنه اللبنانيين يعني ما بيوافقوا على الحلول المعلبة. يعني النسبة القليلة بالمشاركة بالانتخابات أنا برأيي هيدي رسالة، هيدي منا أنه شعب مستقيل أو شعب محبط، لا، أنه شعب رافض الحلول المعلبة واللوائح المعلبة. نعم. أو مش غير مبالي ابدا، منه غير مبالي. وبفتكر نعم. عدم ذهابه لصناديق الاقتراع بكثافه رساله بحد ذاتها. نعم. استاذ نادين انت شو رايك؟ ويعني بالنقطه تحديدا كمان انه قانون الانتخابات هو السيئه الكبرى. هون يمكن بحارف دكتور سامي نادر، انا على سيئاته للقانون انا بلاقي كان النقطه ايجابيه تطبق النسبيه لاول مره بلبنان، غير انه في شغله بلبنان لانه عندنا كذا مستوى تمثيل، عندنا المستوى المناطقي، المستوى الطائفي، المستوى الاكبر شوي، المستوى على صعيد لبنان، يعني ما فيك تلاقي قانون بارفي، قانون كامل للبنان الا رح يكون في انتقاص تمثيلي بمحل معين. القانون النسبي اما التمثيل على يعني نعم. على الكتل على البرامج وانتقص من التمثيل الطائفي بمحلات، انا شخصيا بلاقي هذا شيء ايجابي. نعم. وكدرس شو الدرس اللي يعني هيك اخذتيه او تعج انه الحقيقه اللي صدمتك بهالانتخابات؟ قد ايه الناخب اللبناني بعده بينتخب على المعيار الشخصي اكثر من معيار برامج انتخابيه، كتل انتخابيه، يعني بعده معياره سياسي ضعيف، يعني بعد محبة الزعيم، محبة الشخص، حتى أمرار بحب ينتخب لائحة الزعيم بس يشيل منه ناس ما بيحبون عند الزعيم، هيدا دليل أنه بعده خياره شخصي مش على البرامج. نعم. بس فرغنا النسبية من مضمونه، يعني مزبوط اللي عم بتقوليه، بس هيدا منه نظام نسبي. أنا هيدا نظام كان قوة الدفع فيه تفضيلي والانتخاب والنتائج اجوا طائفية بالحد الأقصى. والدليل المرشحين اللي ببعض الدوائر ربحوا بس ب 77 صوت أو غيره من الأصوات الضئيلة، يعني أنه أكيد في ثغرات كتير كبيرة بيّنت بهذا القانون، حتى بكيف توزيع الدوائر واحتساب أكيد الأصوات التفضيلية بالدوائر الصغرى مش بالدوائر الكبرى، يعني أكيد في ثغرات كان موجودة فيه بيّنت. يمكن عم ننظر له غلط، نحن عم نشوف كل ناخب قديته لعله، بعدنا براسنا عم نعد على الأكتري، بينما هي لازم نحن عم نشوف الليست قد ايه اخذت والترتيب تبع المرشحين جواتها، هو لازم يكون امر ثاني، والمفروض نحن عم ننتخب بروجرام، عم ننتخب لون سياسي معين، انتج الطبقه نفسها جويتها. يعني القوى التغييريه صمت منا واحد. نعم، هي غير انه انتجت الطبقه او انتجت بالاغلب ذات الاسماء، اللوائح ما كانت برنامج واحد. ما هو يمكن هيدي كانت المشكله الكبرى، لانه اللوائح كانت هالقد مبندقه من ناس غير متجانسين. هون كمان فرغت موضوع البرنامج 100%، بس لازم نعمل خيار،
يا بدنا نجيب قانون يلائم هيدي العقلية اللي هي بتنتخب الفرد واللي كتير طائفية، يا بدنا نجيب قانون بعدنا ما تأقلمنا، بعد ما عنا العقلية تبعيته، ونطور حالنا تنوصل له. نعم. ليال انت شو الدرس؟ يعني اكيد اكيد هيدي الانتخابات كان في امر جيد مثل ما قال دكتور سامي انه جرت هيدي الانتخابات بعد 9 سنين، واكيد النظام النسبي نحن بنشوفه شيء ايجابي، ولكن كمان بين عن ثغرات كثيره ان كان بتوزيع الدوائر. نعم. او بالاصوات التفضيليه. شو الشيء اللي ما كنت تعرفي عن وشغله ثانيه اساسيه هي تطبيق القانون، يعني ما بكفينا تغيير قانون او تعديل الثغرات الموجوده بالقانون، لان في اشياء كانت موجوده وما تطبقت. يعني مثلا نحن بما انه شغلنا الاساسي هو على الاعلام وكنا عم نرصد اداء الاعلام بكل هيدي الفتره، يعني بنشوف قديش ما كان في توازن بالفرص عند المرشحين بالرغم من انه هالشيء كان موجود بالقانون. هو شغله اساسيه مفروض انه هيئه الاشراف تكون عم تشتغل عليها، اللي هي تامين التوازن بين المرشحين ليكون في فرص متعادله، خاصه بالنسبه للمرشحين الجدد اللي هن كانوا كتار بهيدي الانتخابات ولكن ما شفناهم. شو الاستنتاج اللي فيك تطلع منه؟ الاستنتاج انه ضروره العمل على تطبيق القانون، يعني شو ما كان هو كان القانون على طول في بعض القصص اللي ممكن البناء. نعم. عليها القانون موجود. نعم. الهيئة موجودة ولكن ما عملت وظيفتها. نعم. هي بتقول ما عندها صلاحيات. نعم. ولكن هيدا الشيء ما اليوم في 58 اسم جديد بالمجلس، ما بتعتبر هذا تجديد؟ طبعا في يعني في بعض الامور الايجابية مش كتير تجديد. نعم. لانه بالنهاية يعني ذات الـ يعني رجعنا شفنا كنا عم نحكي هلا عن النظام النسبي كيف لازم يستند. نعم. لبرامج، ولكن التحالفات مثل ما انت قلت مش بس باللوائح الوحدة كانت غير متجانسة، ولكن شفنا تحالفات بدوائر مختلفة هي مختلفة عن بعضها، مشان هيك هالقد ضاعوا الناس انه حزب معين بدائرة معينة متحالف. نعم. مع احزاب ما. نعم. عندها نفس البرنامج ولا نفس الرؤية للبلد، وبمطرح ثاني شفناه. انت شو الاكتشاف؟ شو اكتشافك؟ بدنا اكتشاف. يعني مش كثير انا بقول انه الناس بتحاسب، لانه بالرغم من انه النسبة هي نسبة الاقتراع كانت اخف من المرات السابقة، ولكن ما رجعنا شفنا وجوه كثير جديدة. نعم. ولا شفنا يعني اكثر شيء الاعلام لعب دور. نعم. سلبي بعدم اعطاء الفرص للناس الجداد اللي ما كان عندهم فرصه انه ينشافوا لو ما السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ما. نعم. عندها هذا التاثير اللي عنده اياه الاعلام التقليدي. نعم. انه النص الشعب اللبناني لم ينتخب، هل بتشوف هذا لا مبالاة او بتشوف هذا موقف يعني في جزء يعني كمان ما فينا نقول نص، يعني لما نحكي نص الشعب اللبناني نص هون الشعب اللبناني الذي يستطيع ايه ان ينتخب، بس هون في عنا يعني كمان بدنا نرجع نحكي عن الارقام، يعني في نسبه كبيره هن من العسكر ما بينتخبوا، في نسبه كبيره من المغتربين اللي ما وردت اسمائهم هونيك بس هي وارده هون وهن عايشين برا، يعني مش مزبوط انه 51% هن ما انتخبوا بما انه النسبه العامه هي 49%، يعني في على القليل 10% ما بنعرف ارقام بما انه نحن بلد ما عنده ارقام وما عنده احصاءات، ف ما في نسب دقيقة عن قديش. نعم. العالم اللي ما انتخبت. نعم. ولكن بس ما بتشوفي في جو انه ناس قاطعت او لم تهتم، ناس قاطعت ولم تهتم وما لقيت خيارات بديلة لانه ما قدرت تشوف هيدي الخيارات. نعم. البديلة بالمطارح اللي كان لازم انه تشوفها وما قدرت تشوفها. نعم. داني انت شو اكتشافك؟ انا اول شيء بلاقي انه القانون اكيد انه هو قانون احسن، انا رح احكي على شو كانت الناس عم جاوب على التطبيق، واكيد انه القانون منه عاطل بس مثل العادة نحن نزعناه، يعني القانون معمول تناس من ذات اللون من ذات الخيار السياسي من ذات الحزب يفوتوا على ذات اللائحة، وبالتالي التفضيلي هو بس لأنا اختار واحد بس بالآخر لو ما طلع هو طلع رفيقه هن ذات الخيارات، وقت المزجنا بهاللوايح ناس ما بيشبهوا بعض صفيت أنا بدي انتخب على الشمال طلعت واحد على اليمين، مشان هيك معك حق وقت قلتي قصة 77 ما مفروض تكون مشكلة لو كانوا كلهم من ذات الطبقة بفتكر، وهيدا كان أول ليرنينج كبير تعلمناه إنه قادر تعطي اللبناني شيء منيح وهو قادر ينزعه دائما ومن دون أي استثناء. داني بس فيك تساعده، يعني لو بس قالوا إنه في قسم من صوته على التفضيلة وقسم من صوته على النسبة كان كثير منيح، بس صوتوهم ببعضهم هيك صفى فرغنا النسبية من مضمونة ما قدرنا جبنا طبقة جديدة. نعم. لأنه هي فرصتها هي بالنسبية، وكمان التفضيل انضرب لأنه التفضيلي هو منيح وان مان وان فوت. نعم. بس لأنه عندك كتلة طائفية وعندك الحواصل انضرب انضرب. نعم. التفضيل. وبدي أقول لك شغلة نحن لاحظنا بالتطبيق لأنه صرنا نسأل أسئلة عدة لنجرب. نعم. نكتشف الناس كيف عم تفكر، بتلاقي أنه في ناس بدها تصوت على هاللايحة وقت نرجع نحط لهم أسامي مش لوايح يصوتوا لغير ناس، يعني كان واضح لنا أنه في كتير ناس بتحب شخص من ميل بتحب حدا من ميل بتحب حزب من ميل، وبالتالي الناس كانت ضايعة
وكمان جوابا اخر شيء على اللي قلته انه هل الناس استسلمت او لا، في طبيعي انه ناس كثير كان عندهم موقف انه ما يصوتوا، هيدا بين عنا، ولكن في كثير ناس كمان ما لهم جلاده وفي كثير ناس بينوا بالتغيير. نعم. وفي كثير ناس بينوا انه مش موجودين بقى بالبلد، يعني بكل بساطه هاجروا، وهيدي النقطه الثانيه ممكن نحكي فيها. القانون النسبي او التفضيلي من اكثر المواضيع السجاليه مثل ما شفتوا، يعني بسال عن الدروس بجاوبوني عن القانون، هل هو مناسب او غير مناسب، نجح او فشل؟ بعتقد هيدا رح يكون محور نقاش طويل بظل توقعات انه ما تقدر الطبقه السياسيه من هلا لا وقت طويل ايضا تنتج قانون جديد. بعتقد هذا القانون وجد ليبقى. بهالسجال كنا مهتمين بمين فعلا كتب هالقانون ومين صممه، مين هو أب هذا القانون اللي إذا بدكم اللي ينسب لقطار منهم، مثلا محافظ الألقاب، مروان شربل، جبران باسيل، جورج عدوان، حزب الله، يعني كل حدا بيقول هيدا وراء القانون. عملنا بحث وبس سألنا وبحبشنا، المفاجأة لما عرفنا أنه خلف هذا القانون امرأة، هي الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس. كنا حابين تكون معنا الليلة بالاستوديو ولكن ما قدرت، لهالسبب رح تكون معنا عبر التليفون. دكتورة سركيس مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. حضرتك خبيرة دولية بالشؤون الانتخابية، اخترت النظام الانتخابي اللبناني كأطروحة الدكتوراه لك، وقبل انتقالك إلى ترأس الأمانة العامة للقوات اللبنانية سنة 2016 كنت مستشارة سياسية بمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان. من هذه الخلفية جيت على حزب القوات اللبنانية اللي اليوم يعتبر يعني من أكبر المنتصرين بالانتخابات. بدي جرب قد ما في اختصر لأنه في عنا كتير أسئلة، وبعرف هلأ ظاهرتي من اجتماع قيادي. أول سؤال عندي، هل رح تحطي هذا القانون على السي في تبعك؟ أول شيء خلي أقول هذا القانون يعني أبداً منه إنجاز شخصي ولا أنه ينسب لشانتال سركيس، هذا شغل تراكمي. يعني بدأ من 2005 من لجنة فؤاد بطرس لحتى بسنة 2017 تم إقراره، وصار في كثير تعديلات عليه، وانا كان عندي الحظ انه قدرت رفقت تطوره من وقت ما كان بلجنه فؤاد بطرس. انا كنت اشتغل بمنظمه دوليه كنت اقدم دعم تقني للجنه، بس اكيد هو عمل تراكمي وقوى سياسيه كلها اشتغلت بهيدا القانون. يمكن ينسب للقوات اللبنانيه انه بالمراحل الاخيره نحن قدرنا نعمل مفاوضات جديه بين كل الأحزاب السياسية، توصلنا لقانون جديد لأنه شعرنا بفترة من الفترات بوقتها أنه كان في أغلبية بمجلس النواب حابة تبقى على القانون الأكثري، فقدرنا نعرف كيف نحن نوصل لخلق تسويات معينة بين الأفرقاء وأفكارها ومصالحها المتناقضة، فقدرنا وصلنا على القانون اللي سموه بفترتها قانون القوات وقانون عدوان. نعم، والقانون الحالي قد ايه بيشبه القانون اللي كان برساله الدكتوراه تبعك؟ انا ما صراحه ما عملت برساله الدكتوراه تبعي يعني وصفي او انه تبديت قانون واحد، انا درست عده قوانين وشفت شو بيكون انعكاسها وباستنتاجك، يعني هل كنت رايحه باستنتاج باتجاه الى هذا النوع من القوانين؟ نحن كنا بنفضل من البدايه انه يكون عندنا يا نظام المختلط او الليمتد فوت، الصوت المحدود اللي هو نظام نسبي بس بيفرق شوي عن النظام النسبي الحالي. والنظام المختلط كنا عم نروح عليه لانه يعني بيقدر يجمع بين الاكثر والنسبي كمرحله انتقاليه تيتعودوا اللبنانيين على الفل نظام نسبي. بس اخر شيء لما وصلنا لبيب يعني مثل بيقولوا مسدود، كان بالصوت المحدود او بالنظام المختلط، مثل ما قلت لك اشتغلنا على التسويه ليكون في قانون جديد، لانه ما كان بقى لازم نبقى على القانون الاكثري اللي هو كان ظالم. ومين اكثر شيء كان من المؤثرين يعني للصيغه النهائيه اذا بدك؟ يعني عم اقول يعني برجع بكرر، هو شيء يعني كان عمل تراكمي اكيد. كان القوات لها دور كثير كبير بهذا الموضوع، واشتغلت انا واستاذ جورج عدوان يعني سنين على تطوير كل هيدي القوانين ونشوف يعني كل فريق شو ممكن بيناس، بدنا نعرف اي طرح ممكن يقبل فيه الجميع. هي كانت مش هينه يعني، كان مسار معقد طويل. الحمد لله وصلنا لهذا القانون، بعتقد انه مش من هينه انه نقدر نغيره
ونروح على قانون ثاني. يعني قعدنا من 2005 لل 2017 12 سنة تقدرنا وصلنا على قانون، يعني الحمد لله. وأنا بقول لك أنا كثير مبسوطة من نتائجه. نعم أكيد. بعد مش نتائجه بس على القوات المدنية، لا حتى يعني هو هلا الكل حاسس حاله منتصر، ما هيك استاذه نادين؟ هلا نحن المنتصر يمكن الاكبر، بس الكيس انا بتصور نتائج كانت منيحه. كان على المستوى التمثيل السياسي مثلا لاول مره بتشوف في مثل، ولو انه مثلا بيحصلوا بمقعد واحد عم بيقدروا يفوتوا، على مستوى التمثيل الطائفي صاروا بحسوا حالهم طوائف غير. نعم. هو القانون الارثوذكسي هو بعمقه، بتعتبريه اليوم القانون الارثوذكسي؟ لا اكيد لا، ما خصه بالارثوذكسي، الارثوذكسي هو كل طائفه بتصوت لنوابها. مش هيدا اللي اخر شيء وصلنا له؟ يعني لا مش هيدا اللي اعتبر انجاز انه كل طائفه تنت... لا لا اكيد بعيده، هذا في خلط بالمفاهيم وسوء، يعني ما تاخذني فهم للقانون الارثوذكسي. القانون الارثوذكسي اذا انا ماروني بصوت بس لنائب ماروني. نعم. بهذا القانون لا، هون دليل انه فيك تشوف مثلا كثير مرشحين اخذين اصوات من اكثر من طائفه. انا اقول لك مثلا دكتور اطوان حبشي ببعلبك اخذ 14200 صوت، اخذ 12500 عند المسيحيين من موالي كاثوليك اورثودوكس، بقيه الاصوات تقريبا من 2600 صوت بين شيعه وسنه. نعم. ممكن يكون اورثودوكسي، لا اكيد ما اورثودوكسي، بس بخلي الطوائف تحس حالها معنية على مرشحين. نعم. بالنهاية هذا هو التركيب المجتمعي بلبنان، يعني نعم. وإذا بتكون غير هيك بيكون لبنان عراق ثاني أو سوريا ثاني، اللي هي التمثيل الطائفي هونيك مهمش، وبالتالي أدى لحروب ولنزاعات. على أي نعم نحافظ على هذه الصيغة لأنه بيقدر يسمح للكل ينتخب الكل. نعم. مساء الخير دكتورة شوتال. عم تحكيكي نادين فرغل. بس انا عندي سؤال، بس مش عم تسمع. ما عم تسمع. ايه بس في عندي سؤال لك. كنا قبل ما تكوني حضرتك على الهواء عم نقول انه المقاربه تبع السياسيين وتبع الناخبين لهيدا القانون عم بتكون من منظار فردي واكثري، بعد ما كثير عم بيفهموا المدى البرامج والتكتلات يعني اللي فيه لهالقانون. انا بدي اسالك بظل الصرخه اللي طالعه هلا بين العالم وبين السياسيين، وبما انه لبنان عكس بقيه البلدان ما في ثبات بقانونه الانتخابي، بتتوقعي هذا القانون يضل للدوره الجاي يطير كله اما يضل مع تعديلات؟ شو رايك؟ انا بوافق اول شيء نادين انه ايه في خلط عند الناس بمفهوم النظام النسبي، وكانه انه عم يصوتوا لاشخاص. النظام النسبي معمول حتى يشجع البرامج، ليشجع الاحزاب السياسيه، ويشجع انه اللائحه تكون هي بتعبر عن وجهه سياسيه. هذا الشيء اللي ما صار، يعني هذا الشيء اللي بده يصير. يعني ما هو النظام النسبي بيخلي يعمل انعكاسه على الحياه السياسيه مثل العكس. نعم. يعني بيصير هو هيدي بتكون التاثير تبعيته بكل الانظمه بكل الدول اللي درسناها، بنعرف كيف انه النظام النسبي والشيب، يعني الفورم اوف جفرمنت والشيب. نعم. طريقة الحياة السياسية، لكن نعم. أنا متوقع أنه من خلال النظام النسبي العالم تتخذ لوائح، لأنه هي هاللوائح بتمثل تيار سياسي معين، توجه سياسي معين، هذا هو الأساس. نعم. بتنهر من الشخصانية وأنت روحوا على شخصية بس لأنه بتعمل خدمة تبعينية معينة. نعم. يروحوا على سيارات إيه أتعمل. نعم. دكتورة سركيس، عادة دكتورة سركيس عادة اللي بيشارك بتصميم الشغلة بيكون بيعرف السر فيها الفخ طبعا، شو كان السر بهذا القانون للواحد ينجح؟ في يعني في عدة اشياء حصلت تختلف معك من دايرة لتانية، يعني ما فينا نقول انه في سر واحد. كل دايرة حسب على المقاعد فيها في توزيع الطائفية، والحاصل اكيد كل دايرة عندها خصوصيتها. يعني انا بهيدي الدايرة بعد قدرتنا نوصل فيه بهذا الدايرة لازم يكون من هالطائفة، احنا بنروح عليه بالديركت بنوجه عليه اصواتنا التفضيليه. نعم. انت بدك تكون عارف مضبوط تدرس الارضيه تبعيتك وتعمل حسابات انه مين ممكن احتمال يطلع من عندك لحتى انت تعزز له حدوده. نعم. يعني شكرا. نعم شكرا لك دكتوره. الله راضي يعني بأقرب وقت بنحبك تكوني معنا بالاستوديو لنحكي عن تجربه الانتخابات وايضا امور سياسيه اخرى. دكتوره شانتال سركيس شكرا لك ويعطيك الف عافيه. بنوصل لاستنتاج انه يعني يجب ان يكون هنالك محترفين
ومكانات انتخابية محترفة ومؤسسات عم تشتغل انتخابات، يعني مش موضوع مجتمع مدني وهواة وتحمسنا ونزلنا على الأرض. هل بتوصلي معي إلى ذات هذا الاستنتاج؟ يعني طبعا أكيد لازم يكون في مكانات كبيرة ولازم يكون في أحزاب عم تشتغل بالعمل السياسي، وهيدا يعني النتائج ثبتت هيدا الموضوع. يعني المجتمع المدني ما قدر أكيد يواجه لا عمل المكانات ولا يقدر يواجه الأحزاب السياسية اللي صار لها كتير زمان على الأرض والعالم كلها بتعرفها. وهون برجع بقول إنه الإعلام هو ما لعب هيدا الدور إنه يعرف الناس على ناس هن برات هيدي الاحزاب وهن منهم موجودين. وكمان المجتمع المدني يمكن آن الوقت انه يعرف انه لازم ينتظم اكثر باحزاب هي تكون منظمه ويكون عندها قدره انه تقدم هيدا الخيار البديل، مش يكونوا ناس ما عندهم كل هالمكونات. استاذ داني، هل فينا نوصل انه لاستنتاج الشعب اللبناني ما بده خيار بديل؟ انه مبسوط بهالطبقة؟ ما بعتقد ما بده خيار بديل، لانه نحن برجع بقول انا ولا مره عم بقول رايي، عم دائما عم بعطي راي ناس. بالرأي اللي عم بيجينا بدهم خيار بديل، بس ولكن أغلبيتهم حاسين أنه أنا إذا بصوت ما حعمل فرق. هيدا الإيمان بأنه صوتي رح يعمل فرق عم بخليه يرجع يقول طب أنا ما رح أقدر طلع لتسي سامي اللي هو منيح، رح أختار الأحسن بين البقية. وهيدا الشيء كتير كان ظاهر، وهيدا الشيء كمان يمكن يسبب انخفاض عدم ثقة بالبديل. برأيك؟ برأيي كمان البديل بعده مش متمرس كتير بالحياة السياسية اللبنانية. يعني أنا هون وقت قال دكتور سامي أنه وصل واحد بس من التيار البديل، لو كنا بظل قانون تاني ما بتصور كان جاب أكتر. لا، لو نسبة بس نحن عم نسمي نسبة شي منه نسبة. لا، ما هو النسبة بيجيب لك على عدد المقاعد، بس توزيع المقاعد بيختلف بالصوت التفضيلي. بالنسبة جابوا مقعد واحد، أنا برأيي كانت بداية جيدة للمجتمع المدني، ظهر بشكل منيح. أكيد ناقصهم تنظيم، أكيد لازم يكونوا متجانسين أكتر بين بعض، لانه في كتير ما بيشبهوا بعض ابدا. يعني كانت توليفه لويحهم، بس كمان كان هالشيء موجود كمان باللوائح تبع الاحزاب 100%. بس انا بالنسبه لي كانت بدايه جيده للمجتمع المدني، ونحن يمكن بنعمل شيء غلط، بنحاسب السلطه على معايير السلطه، بنحاسب المجتمع المدني بشكل كتير اقسى على معايير المجتمع المدني اللي هي اعلى من معايير السلطه. نعم. فيمكن لازم نكون عادلين اكثر معهم. دكتور انا على ضوء التجربه عم شوف عم نسمي نسبه شيء منه نسبه. نعم. جينا شوهنا النسبيه بهالخلطه. هيدا واحد. اثنين، زيت القوى السياسية، وإذا بدك الدرس الغريب العجيب أنه الكل انتصر. نعم. بس سمعتهم بس خلصوا الانتخابات الكل انتصر. ما حدا بيحط واطي على حاله. إذا أنتوا زيتكم بكل انتخابات في ناس بتربح وفي ناس بتخسر، وهي نفس القوى السياسية كلها انتصرت. يعني نعم. إذا في كذبة على حدا. أنت كنت مرشح محتمل قبل، هل بتقول يا ريت دخلت كفيت؟ لا. لا، بتقول منيح اللي ما ولا هيك ولا هيك. انا يعني كنت مرشح محتمل، بس يعني ماني محضر حالي كنت افوت بهالمعركه. نعم. دروس الانتخابات وايضا دروس الحياه السياسيه اللبنانيه ومآثر الطبقه السياسيه اللبنانيه او المؤسسه السياسيه اللبنانيه الحاكمه وقدرتها على تجديد نفسها او اعاده انتاج نفسها. من اكثر المشاكل اللي بينت يمكن بهالدوره هو المال وعنصر المال، وقد ايه يعني كتار من اللبنانيين بيتاثروا بالرشوة الانتخابية. عرفت عن دراسة لم تنشر ولكن اطلعت عليها قبل هالانتخابات، 60% من اللي شاركوا بعد الدراسة كانوا ناطرين قد ايه بده يكون حق الصوت قبل ما يقرروا لمين بدهم يصوتوا، بالوقت انه الرقم التقليدي عادة مثلا بال 2009 كان 20% من الناخبين بناطرين المصاري او الرشوة الانتخابية. وبنعرف يعني ما بدنا نتخبى، بنعرف يعني وهذا الشيء مرتبط احيانا بمناطق بتجمعات بفئات، واللبنان اللي بيقبض مصاري وقت الانتخابات بيعتبر انه هذه شطارة منه، انه هيك ما في شيء رح يتغير. خليني بينطر لاخر لحظه ليغلق. خليني استفيد بهيدي المصاري. هل هيدا الشيء بين باحصاءات مع السيد؟ نحن صراحه لا، ما بين معنا، لانه ما فتنا يعني بالموضوع المالي. ما رح يكون صريح الانسان. نعم. يعني اليوم بسالك رح تقبل مصاري، مش رح تقول ايه. نعم. وبالتالي انا ما عندي الرشوه الانتخابيه بالتراث السياسي اللبناني بهالتقرير. الرشوة الانتخابية أو تقاضي الناخبين المال مقابل تصويتهم لأحد المرشحين ظاهرة متجذرة في المجتمع اللبناني منذ فجر التاريخ. متصرفو جبل لبنان يتحدثون عن المال السياسي في الحياة العامة في مذكراتهم، وكذلك سفراء الدول في زمن الانتداب. بدهم يلعبوا على الحبلان. شوف شو بدهم، دبرهم.
دبرهم. ومنذ فجر التاريخ أيضا حاولت الدولة اللبنانية مكافحة هذه الظاهرة البشعة، كما نرى في هذا البرنامج الدعائي الذي أنتجته وزارة الإعلام اللبنانية عام 1960 عندما كان لا يزال اسمها وزارة الإرشاد والأنباء. ثم أذن له بأن يضع الظرف بيده في صندوق الاقتراع، إلا أن أحدا لم يعرف على أي المرشحين وقع اختياره. استعانت الدولة في هذا الكليب التمثيلي بنجوم التلفزيون تماما كما فعلت جمعيات أهلية مؤخرا في إعلانات تتناول موضوع الرشوة. كمال هالشوارع يا معلم. على ناسي يا حبيبي قلبي انت فهمان غادر هذه الدنيا وانتهت موضة برامج المواهب، ولا نزال نتحدث عن انهاء ظاهرة مكافحة الرشاوة. انتوا شو فهمكم اساسا؟ شو ناسين انه انا اللي زفت الباركينج وانا اللي عمرت الاستوديو؟ ولو من التلفزيون الى صور السوشيال ميديا الاكثر تداولا، ليست مسألة بيع وشراء الاصوات مسحة سمجة، هي فرصة مالية للكثير من الناخبين، والفرص من هذا النوع غالبا ما تهب مرتين، مرة في الانتخابات البلدية ومرة في النيابية. ارتبطت ظاهرة شراء وبيع الأصوات بمرشحين وبيوت سياسية على امتداد لبنان، وكذلك بفئات اجتماعية وطائفية من الناخبين. قانون الانتخابات وقانون العقوبات يلحظان بمواد واضحة الرشاوى المباشرة والمستترة. الرشون والمرتشون عرضة للحساب خلال 6 أشهر من انتهاء الانتخابات شرط أن يتوفر الإثبات. الرشون والمرتشون معروفون، ولكن المشكلة في الإثبات. وطالما لا إثبات لا محاسبة، وطالما لا أحد يشعر بالخسارة لا الراشي ولا المرتشي، تبقى عمليات الإتجار بالأصوات ظاهرة أقوى من أن تمس. دكتور نادر، الرشوة الانتخابية لعبت دور بإيصال مرشحين إلى المجلس الحالي، وهذا الشيء مبين بالأرقام. شو رأيك بهذا الموضوع؟ ما أساسيت هلأ، يعني أنا ما عندي دليل أنه فلان رشا عيلتين، بس يعني كتير بعدها بتطن بدينتي. كنت عم بتمشى بسوق جبال وأكثر من شخص قال لي ليك دكتور أنه هيدي الشغلة إذا فيها ما فيها إفادة نحن مش رايحين، لانه وصلت الحاله الاقتصاديه لدرجه وغياب العناوين السياسيه صفى البعض المحتاج مصاري عم بيقول لك اذا انا ما في عندي افاده مباشره، ما عندي افاده ماديه، انا ماني رايح صوت. هيدا مؤسف. في شغلة، الرشوة اللي بتندفع بشكل مباشر تأثيرها بعده هامشي قدام الرشوة اللي واصلة سلف على سنين، واللي هو ريزو شبكة الخدمات اللي بعض الناخبين عم بيقدموها، اللي بيكونوا موظفك مطبب لك عائلتك، حاطط لك ولادك بمدارس على فترة طويلة، هيدي رشوة واصلة سلف. نعم، وفي يعني في السيستم اللبناني يحارب هذا الموضوع، وهذا جزء من طبيعة النظام اللبناني. القانون بيقول لك إذا في خدمات كانت عم تتقدم بشكل منتظم بشكل سابق للقانون بكذا شهر لا تعتبر رشوة انتخابية. نحن عنا هذا رزول خدماتي الموازي لخدمات الدولة. نعم. مؤسس وممنهج. يعني وقتها يعني من الخطأ أنه نسمي هذه رشوة انتخابية. هي رشوة انتخابية بالقانون قانونيا. قانونيا غلط، بس فعليا بالتأثير على الأصوات وعلى نتيجة الانتخابات. نعم. وعلى حظوظ ناس ما عندها رؤوس أموال أكيد هيدا رشوة. نعم. دعني كتير نشغل حملات إعلانية إنه اللي بيبيعك اليوم بيشتريك بكرة وبيبيعك بكرة والكل هيدا الحكي، بس إنه العنصر المالي كان عنصر أساسي وهذا الشيء ثبت. صح. كيف تنظر أنت لهذا الموضوع؟ ليك اليوم بآخر النهار اللي بده هي قصة ثقافة، واليوم واضحة انه مجتمعنا ناقصه ثقافه سياسيه بخياراته، يعني ما بنزل لانه بدي اعبر، بنزل لانه بدي اعبر، بصوت لانه بدي اعبر. الثقافه السياسيه شغله لازم الاحزاب يعملوا يعلموها، والاحزاب بنسبتهم انه الشعب مش مثقف. هي لنكون نعم، وحتى الاحزاب عم تتكل على ناس
قادرة تدفع أكثر ليالي. وهي يعني كانت فرصة للناس، يعني لقيوها هيدا فرصة يلا هلأ وقتها أنه ناخد مصاري من هالمرشحين. وذات الشيء بالنسبة للإعلام، يعني عم نحكي عن رشوة اللي انعطت للمرشحين، بس أنه كمان الإعلام اعتبرها فرصته وما كان عم يستقبل ناس غير ما يدفعوا مصاري، الشيء اللي منافي إن كان للقانون ولا لأي أخلاقيات بتتعلق بالمهنة. لحتى مش معقول أنه لدقيقة على تلفزيونات رئيسية بالبلد توصل ل$6,000 وليلة توك شو توصل ل$200,000 قبل الانتخابات، أكثر من هيك بكتير. فيعني الرشوة مش بس للمواطنين العاديين، وهيدا خوف من مؤسسة الموضوع كمان مثل ما قال دكتور سامي، لأنه المؤسسات الإعلامية اللي يعني عم بتكرس نمط معين رح يبقى بعد الانتخابات، وهون الخطورة. يعني ما بقى في حدا أنه يقدر يطلع غير ما يدفع للمؤسسة الإعلامية. يعني المرشحين والمرشحات اللي هن برات هيدا الاصطفاف السياسي شفناهم بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية بوقت كان لازم نشوفهم بإعلامنا الوطني، فكرناهم نجوم بالصحافة الأجنبية الفرنسية البريطانية إلى آخره الأمريكية. حسينا أنه في حالة كتير كبيرة لما نقرأ الصحف العالمية، ولكن بس نرجع لإعلامنا منقول أنه وين أكيد ما في هيدا الحالة، أكيد بسبب الأموال والرشوة. فيني ضيف شغلة هيك حتى لو خارج النطاق، يعني حتى هالصور الضخمة العملاقة اللي نزلت، أنه شيل مسألة الذوق العام وأنه تتنافى مع الذوق العام، كمان هيدي فلش لشيء من المال والثروة. وأنا بتصور بيضرب أنه روحية الانتخابات والديمقراطية. نعم. بعد الفاصل منتابع دروس انتخابات 2018. بلط الصيرة مستمر معكم بعد الإعلان.